نعم، اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل. أحمد، أعلنت كتائب القسام عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية بشكل كلي أو جزئي، 79 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات 72 الأخيرة. هذا يتقاطع مع ما كنت تتحدث عنه، عن اشتداد وضراوة المعارك في محاور المواجهات، وأيضا مع ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين التي يعني يعلن عنها الجانب الإسرائيلي. ما هي الحصيلة الأخيرة لقتلى الجيش الإسرائيلي؟ بالفعل وعد، كل 6 ساعات تقريبا يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يحدث فيه أعداد القتلى الإسرائيليين. آخر بيان صدر عند الساعة 12 ظهرا وأشار إلى مقتل جندي إسرائيلي، ما يرفع الحصيلة إلى 90 جنديا منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة. أعداد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 7 أكتوبر باتت تقترب أو تتجاوز 400 قتيل بحسب إحصائية الجيش الإسرائيلي. هذه أعداد كبيرة جدا لم تعرفها إسرائيل منذ عقود لهؤلاء الجنود القتلى، والعدد مستمر في الارتفاع رغم بطء عملية الاجتياح البري الذي تدعي إسرائيل أنه يكون بطيئا من أجل توفير الحماية للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة. كذلك تتستر إسرائيل على أعداد الجنود القتلى، لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يوضح بشكل رسمي من هم أو ما هي أعداد الجنود الإسرائيليين المصابين وما هي درجات إصاباتهم، وهل خرجوا من المستشفى أم لا، وإن خرجوا من المستشفى هل سيعودون إلى القتال في قطاع غزة أم لا. كل هذه الأسئلة معلقة لا إجابات عنها. أكثر من ذلك، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يضغط على المشافي الإسرائيلية لمنع نشر أي أرقام تخص المصابين الإسرائيليين الجنود، وعلى عدم نشر أي تفاصيل تخص الوحدات التي يقاتلون فيها ودرجة الإصابة. في كل مشفى إسرائيلي بحسب رسالة مسربة نشرها موقع إسرائيلي مختص بمتابعة الإعلام، هو موقع العين السابعة، بحسب هذه الرسالة المسربة فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوفد مندوبا من عنده إلى كل مشفى يكون على اتصال مباشر مع المتحدث باسم المشفى لضمان ألا يصدر أي بيان من المشافي الإسرائيلية يتعلق بالجنود دون موافقة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. لذلك هناك تضارب كبير جدا أو تعتيم كبير جدا في معرفة أعداد الجنود الإسرائيليين المصابين ودرجات إصابتهم بسبب التعتيم الذي يفرضه جيش الاحتلال، ليس فقط على أعداد المصابين والقتلى إنما أيضا على كافة تحركاته في قطاع غزة. وعد، شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي مراسل العربي في تل أبيب.